نرجع لتأملنا. إذن الإشمام هو عمل شفوي لا أثر للسمع به. السمع لا يدرك الإشمام، من الذي يدركه؟ العين. إذن هذه النون الوسطى التي سكنت رويت لنا مقرونة بضم الشفتين إشعارا للناظر. إشعارا لمين؟ للناظر، أن هذه النون التي سكنت للتخفيف وليس للإعراب هي في الأصل إيه؟ مضمومة. نعيد: ما لك لا تأمنا على يوسف. تفضلوا. يعني خلي شفايفك مضمومين طالما الغنة منطوطة، فإذا انتهى المط انتهى الضم. ما لك لا تأمنا على يوسف. هذا نوع من أنواع التخفيف. النوع الثاني أن يختلس المتكلم نطقه لهذه النون الوسطى. كيف يختلس؟ قالوا الاختلاس سرعة في خفض، سرعة في خفض. يعني إذا بدنا نتكلم على الأزمنة زمن الحرف المختلس أسرع من جيرانه، وإذا بدنا نتكلم على الطبقة الصوتية صوت الحرف المختلس أخفض من جيرانه. هكذا: ما لك لا تأمننا على يوسف. أعيد: ما لك لا تأمننا على يوسف. بتلاقي عند هذا الحرف الصوت شو صار فيه؟ أسرع قليلا وانخفض قليلا. أعيدها: ما لك لا تأمننا على يوسف. إذن هذا اسمه الروم. بالروم أيها الإخوة يكون النطق بكم نون؟ بنونين، لكن النون الأولى صوتها أسرع قليلا من جيرانها وأخفض قليلا من جيرانها، واضح؟ لكن أغلب الطرق اللي روت ذلك روته إما بالإشمام أو بالوجهين، إما بالإشمام أو فتيك تقول إنه الإشمام أشهر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هي كتبت في المصحف الشريف بسن واحدة، بسن واحدة، يعني الرسم بيساعد مين أكثر؟ بيساعد الإشمام، لأنه الإشمام في نون واحدة مشددة، بينما تأمننا فيها كم نون؟ فيها نونان، والخط في كم سن؟ سن واحدة. هذا الذي قلته لكم سنراه على اللوحات مع بعض. أصلها تأمننا وهي فعل مضارع مرفوع استثقل توالي ثلاثة أحرف غنة متحركة، وتخلص من ذلك بإحدى الطريقتين: الأولى الروم تأمننا، وذلك بإبقاء ضمة النون الأولى وخفض صوتها قليلا مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف. لاحظوا بالنسبة إذا بدنا نكتب الكلمة هذه على الروم نكتبها هكذا، نكتب نون زيادة صغيرة وعليها ضمة، لأنه بالأصل ما في إلا سن واحدة. واضح أخواني؟ نعم. الوجه الثاني الإشمام، وذلك بتسكين النون الأولى وإدغامها في الثانية مع ضم الشفتين من غير صوت بعيد البدء بنطق النون المدغمة. بعيد يعني بعد على طول، بعدها على طول بعيد النطق بالنون ومقارنا للغنة المطولة كما شرحته لكم الآن وكما لفظته ولفظتمه. فائدة: يضع علماء الضبط دائرة مطموسة الوسط أو شكلا معين قبل النون من كلمة تأمننا للدلالة على الإشمام فيها. هكذا إما أن نجد هذه الدائرة المطموسة الوسط أو نجد الشكل المعين. عندنا في سورة النمل: فما آتاني الله خير مما آتاكم، على لسان سليمان عليه السلام، كتبت في الخط بدون ياء في آخرها، كتبت في الخط بدون ياء في آخرها. حفص رحمه الله رواها لنا في الوصل بياء بإثبات ياء المتكلم مفتوحة. فما آتاني نية
فإذا وقف إما أن يقف على الرسم يعني من غير ياء فما آتان، أو يقف على الياء التي كان مثبتا لها وصلا فما آتاني. حفص بن طريق الشاطبية له فيها وجهان، نرى على اللوحة قرأ حفص قوله تعالى فما آتاني الله في سورة النمل بياء مفتوحة في آخره وصلا، وله في الوقف وجهان إثبات الياء ساكنة فما آتاني، أو حذفها والوقف على النون بالسكون أو بالروم فما آتان أو فما آتاني آتاني. الروم ما هو؟ بعض الحركة كما قال الجزري إلا إذا رمت فبعض الحركة، والروم لا يكون إلا مع قصر منفصل لأن حكمه حكم الوصل، الروم حكمه كما قال الجزري في الطيبة وإن ترم، ما حدا حفظ طيبة؟ وإن ترم فمثل ما تصل، وإن ترم فمثل ما تصل، ماشي الحال؟ نعم. قول ورائي فما آتاني، هذا وجه الإثبات، فما آتان. إن وقفنا بالروم فما آتاني، وضح؟ ضعف وضعفا في سورة الروم. هذه الكلمة أيضا رواها لنا حفص رحمه الله بفتح الضاد وبضمها، لك أن تقرأها الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة إيه؟ ضعفا وشيبة، ولك أن تقرأها الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذا صحيح وهذا صحيح وكلاهما مروي وكلاهما منقول. طبعا بالمصحف الشريف ما فيهم يحطوا الضبطين معا، يكتبون أحد الضبطين وهو الفتح ويذكرون الآخر وين؟ في آخر المصحف في التنبيهات. هذه هي الكلمات التي لها وضع خاص، ماشي؟